خلعني اخبرك يا سر، بما اني مشجع لمانشستر سيتي، من اكتر اللعيبه اللي بثق فيهم في وجودهم جوه الملعب انه هيشكل حلول جماعيه للمجموعه كلها رياض محرز. حلول جماعيه للمجموعه هتلاقي عند رياض، حلول فرديه للمجموعه برضه هتلاقي عند رياض. النهارده كالعاده بيب جوارديولا داخل قدام سبورتنج لشبونه، مباراه الذهاب كسبناها 5، يبقى ننزل بقى مباراه العوده هاديين شويتين، يعني ننزل نلعب كوره، ننزل ندي فرص لدينيو، نرجعه مكان رودري، ندي فرص لرحيم ستيرلينج ونحطه ناحيه الشمال، فيل فودن يلعب فيرويد، جابريل جيسوس يلعب هاف يمين، كاي جندوجان يكون موجود من البدايه جنب دينيو. طب كده هيكون في بطء في نص الملعب، مش مهم، احنا كسبانين الماتش الاول 5. برناردو سيلفا مطلوب منه ان هو يكون العنصر السريع في نص الملعب، مش مهم، احنا كسبانين الماتش الاول 5. بس المهم ان رياض لما نزل ما بين الشوطين مكان برناردو سيلفا وجيمس ماكيتي، لما نزل مكان فيل فودن، لقينا ان الفرقه بدات تتحرك شويه، ولقينا ان رياض محرز بدا يشد الفرقه لقدام، ولقينا ان اريحيه رياض محرز فرقت جدا 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 معاه وفرقت جدا مع الفريق، لان رياض محرز مهما كان متوتر علشان خاطر مش عارف الماتش الجاي هيلعب ولا مش هيلعب، بس وجوده جوه الملعب بيحسسك ان في ثقه كبيره جدا. يعني كل الفيديوهات اللي اتفرجت عليها بعد المباراه بتقول ان رياض محرز لما نزل الفرقه اتحركت، ودي حاجه انا مش مستغرب منها، لان انا هنا في القناه دي دايما بقول ان رياض محرز وكيفن دي بروين السنه دي واخدين الفرقه وساحبين بيها على الرابع، لان رياض محرز بالنسبه لنا في تشكيله فيها فيل فودن، تشكيله فيها برناردو سيلفا، تشكيله فيها رحيم ستيلينج، تشكيله فيها جابريل جيسوس، انا هبقى مستني الاضافه من رياض محرز وبرناردو سيلفا وطبعا فيل فودن. فيل فودن مش موجود، برناردو مش موجود، رياض بس اللي موجود. هستنى الاضافه من رياض محرز، هستنى الاضافه من رياض محرز بس، هي رياض محرز بس اللي ممكن يديلي اضافه. صعب رحيم كاكا يديني اضافه، او جابريل جيسوس وهو بيلعب ناحيه اليمين يديني اضافه، جابريل جيسوس لما كان بيخش لجوه ممكن يديني اضافه، انما جابريال على الطرف اليمين مش هيديني اضافه خالص. عشان كده رياض لما نزل الطرف اليمين ولما لقينا جابريل جيسوس بدا يخش في العمق، جابريل جيسوس جاب جون اسيست رياض محرز، بس للاسف الفار قال لك الكوره اوفسايد. وبجمله بقى يلا ننزل اسكوت مكان ادرسون، اسكوت الحارس الاحتياطي اللي بينزل كل سنتين ثلاثه ماتش، يلا نديله النهارده يا عم، ده 0-0 عادي يا جماعه نديله، احنا كده كده كسبان الماتش الاول 5، اللي هو يابا انت كسبان الماتش الاول 5 وجاي النهارده تقرفني، ما ادون لكم ماتش جميل اهو، انا بدي فرص للعيبه، اديت فرص. حتى كمان بيب جوارديولا قرر ان هو يدي فرصه للوكا المساك مكان امريك لابورت، يلا يا جماعه احنا جايين النهارده ندي فرص بالصلاه على النبي، في حد لسه ما لعبش يا جماعه؟ طب ليام يابا، ليام فرود اهو نزله، لا ليام احنا شايلينه للكبيره بقى، شايلين ليام للتقيله، طب ايه يا تقيله هتيجي امتى بقى التقيله اللي هنشوف فيها ليام بياخد فرصه ووقت كبير؟ والله يحلها ربنا بقى، ان شاء الله باذن الله نكسب الماتش الجاي وهنلعب ليام بقى. بصراحه حتى واحنا بندي فرص رياض نجم الفرقه الاول بالنسبه لنا، يعني رياض طول ما فيه كيفن دي بروين مش موجود في الملعب انا هبقى مستني الاضافه بس من رياض، انما رياض وكيفن هبقى مستني ثنائيه جباره زي اللي كانت موجوده في ماتش مانشستر يونايتد. رياض محرز لعيب مستواه الحالي بيأهله ان هو يكون نجم الفرقه الاول، وانا بالنسبه لنا رياض محرز دايما هيكون نجم الفرقه الاول بجانب كيفن دي بروين، بجانب روبن دياس، بجانب برناردو سيلفا، بجانب طبعا بيب جوارديولا اللي هيفضل شايلنا ومش عارف يفهمنا احنا هنعمل ايه وهنسوي ايه. بس يمكن متعه تشجيع مانشستر سيتي انك مش عارف الماتش الجاي فيه ايه، انت لو عرفت هتبقى زيك زي كل مشجعين الفرق العاديه، هتبقى عندك شويه روتين، واحنا بالصلاه على النبي بنحارب الروتين وبنحارب الملل بقى. من الاخر كده احنا جايين بنحارب الملل، حتى في ماتش ممل جايين نحارب في الملل، هنعمل ايه؟ هو مانشستر سيتي كده. لو عجبك بقى الفيديو تعال حارب معانا الملل، ما عجبكش الفيديو فبراحتك يا برو، عشان انا عايز انجز، عشان في كلاب عماله تتخانق مع بعض وكل ما اجي اصور بيرجعوا يتخانقوا تاني، فلحقنا ضربنا الفيديو ده بسرعه قبل ما الكلاب ما يرجعوا.